مداخلة فكرية تربوية بمثل هكذا ندوات فهو أمر جميل. أنا فخور جدا كما أشكر أستاذي العزيز لمادة الفلسفة الذي أعطاني هذه الفرصة. مداخلتي ستكون حول المؤسسة كفضاء للتربية الحرية والاحترام. لابد أولا من فهم سياق تأكيد على مبدأ الحرية والاحترام داخل المؤسسات التربوية باعتبارهما الأساس الذي نحتاجه كتلاميذ لربط ما نتعلمه داخل فضاء المؤسسة ويكون له امتدادات خارجها، يعني أن نطبقه في واقعنا المعاش كما أشارت المداخلة السابقة للأساتذة. فالحرية يعني أن أكون إنسانا يبجع قادرا على بناء مسار خاص له ومشروع شخصي كما أكدت مجموعة من المذكرات الوزارية في هذا الشأن. أنا كتلميذ ونحن جميعا كما يعتبر ديكارت نخرج إلى الوجود ونحن نمتلك ملكة العقل. الرئة الأساسي لنا هنا أن نستعمل هذا العقل بشكل جيد يسمح لنا بالتحرر من قبضة الأحكام المسبقة التي تعلمناها من في المجتمع. أما بخصوص الاحترام فهو قائم على تبادل مشاعر الحب بيني وبين المدرس التي يجعلني مقبل على الانخراط في المجتمع، أن حيث يعلمنا سقراط دائما أن من أرغب في التعلم واجب أن أحترمه وتكون العلاقة بيني وبينه علاقة صداقة وحب وود، بقوله أن نتعلم من بعضنا فنحن أصدقاء، وحينما قال كيف تريدني أن أعلمه وهو لا يحبني. إذن فضاء المؤسسات يجب أن تضمن الحق في التواجد داخلها بحب، وأنا أدعو الأساتذة بالتقرب إلى هذا التلميذ أكثر فأكثر لكسب المعرفة بشكل جيد. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وشكرا. أشكر التلميذ عمار خافو على مداخلته الخيمة. التلميذ أولا وأخيرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.